احنا الان يا جماعه في اطول زحليقه في العالم. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. اليوم إحنا يا جماعة وين؟ عند المتحف. اليوم متحف الساينس، طيارات معلقة، سيارات قديمة قطيمة. شوف القطار، القطار يا جماعة. هلا أبوي، كيف الحال؟ 1868. لكن أنا بسألكم الحين سؤال. وش أشوف أبوي فوق؟ هلا أبوي، طيارة فوق. معلش، الآن عندنا سيارة هنا، شوفوا يا جماعة، سنة 1895. 1895، أوكي؟ ممكن تشوفوا أنوار السيارة من إيش؟ شمعة. طيب لما يمشي ما تنطفي؟ طيب ما أدري كيف يولع العالي صراحة. شوفوا يا جماعة، شوفوا الحين شمعة يا جماعة. طيب الحين إذا وقفت السيارة ينزل يفتح له؟ والله ما أدري، ممكن. لا، وكفرات السيكل كفرات السيكل، عفوا، كفرات السيارة زي السيكل، جنزير. واو. ركاب اللي ورا ما ادري. والله توني انتبه على ايش. حديد هذا. شوف الدركسون، مرة يا جماعة المكان هنا مو طبيعي. This is an X-ray machine. ها؟ X-ray machine. Extra machine. X-ray حق عظام. أشعة عظام. يا والله نحمد الله على النعمة، على الزمن اللي احنا فيه صراحة. طبعا احنا لما رحنا المتحف اللي قبل اللي هو التاريخي نصحتونا ان احنا نجي هنا، ومن جد مكان شكله خطير. ما بعد دخلنا الا والدنيا ما شاء الله مزهزهة. سوينا هذا الحين اكس راي، وانا احط عظامي فيه. والله ما ادري. اي والله شوفه صح، هذا اخترعوه سنة 1896. واو ما شاء الله، عجيب. يا سلام، هذه السيارة 1950. تعرفون سيارات الرنج روفر؟ هذه الروفر، هذا السبورت. والله يا ماكينة الطيارة ما شاء الله. وش ذا؟ طب لون طيارة. والله أحس لو في إيسي سيارات كذا. أنا بستأنس عليها. أنا باخذها. بس هذا المكان كله إيش؟ ماكينة جي تي 1 هذه. لا والله، والله لو إنها طيارة يا شيخة. يا سلام، هذه كأنها معمول. والله نعم. وش اسمها؟ يلا انا اعرفها، من فيلم ستار وورز. ما له دخل فيلم ستار وورز، صح انهم جابوها، بس هذه ابولو. ابولو. ايوه. شوف ما شاء الله، هذول الرحلات او المهمات اللي طلعوا لها. شوف يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، هذا كلهم اطفال في متحف للعلوم، يعتبر من اقوى المتاحف في العالم. تدرون ليش يحطونهم للأطفال؟ يوسع مداركهم، لأنهم عارفين أن هذول هم المستقبل. فبالتالي عادي، ترى إذا كان رأسك مربع بتفلح إن شاء الله. أنت شدها العزيمة حتى لو رأسك مثلث. فعادي يا جماعة، مستقبلك أهم. لا تقول أنا ما أنفع، افتح، اطلع، حاول، جرب، تجد طريق بإذن الله. شوف هذه محاكاة للواقع. شوف يجيك هنا سمكات. وين اخذت اكلت السمكه يا ولد؟ ما شاء الله، اكتيفيتيز عالي مره. ها مجودي، وراك فسخت حذيانك. لا ويل حال، بيمشي مثل ايش؟ قولي مثل الذئب. مثل الذئب يعني مثل هذا. ما يلا. لا، لها ايادي خاصه. يا سلام. طيب وش المطلوب؟ كيف يفتح مداركه هذا؟ هنا تمشي زي البطة، تمشي زي الذيب. وش ذا الإنسان؟ بس بيبي ركبتيه ويدينا. طيب ليش؟ والله walk crawl hop the ما أدري والله. طبعا هلا قلطت علينا. هلا أبوي. شوف يا جماعة نكون صادقين،
احنا اذا جينا بنخطط للاستراحة زين يمكن نسوي جروب واتساب، يمكن تاء الموضوع ياخذ اسبوع وعملية بحث وحده استراحة، جيب الذبيحة يا ولد لا تجيب الذبيحة عشان يصير الموضوع تمام، وهي استراحة وضحك وبلوت وما الى ذلك. حلو، لكن تدري متى نستثقلها؟ اذا كان في موضوع مثل هذا، مع انه المتحف ما ياخذ ساعة على بعضها. فبالتالي نصيحة عشان تفتح مداركك او مدارك عيالك او بناتك او اخوانك او خواتك، شوف اقرب متحف علوم، متحف عن الامور القديمة، هذه الاشياء تنمي الدمج. شوفوا يا جماعة، الحين هذا مطعم ياكل اكل عادي زين، احنا الان في متحف علوم وفضاء وما الى ذلك، لو انت صاحب المطعم وش بتقدم اكل؟ ها بقدم الاكل العادي بس يكون حقه الباكجينج او الصحون تكون ديكوريشن، الديكور حقه فضائي. وش بعد عزوز، ايش ممكن غيرها؟ تعطي لهم فود فروم سبيس. هذا صح، لو جمعت الاثنين كويس تنفع تفتحوا مشروع، ينفع يفتحوا مشروع. الاكل الفضائي موجود ويباع في الايباي والامازون وما الى ذلك، ليش ما احط تجربه هنا واخلي الناس تجرب الاكل؟ افا الحين بخليهم ينصدمون. تعالوا بيشوفوا القطار. ميو محنطه. اي كويس الحمد لله تجاوز الموضوع. ها فيران شوفوا تيتي مجودي، تيتي شوف اتوقع حقيقيه. اي حقيقيه هذه، وهذا طاووس حقيقي، وهذه فيران ابو الشباب. يا الله طاووس جميل، المكان هنا جميل، يختبر عقليتك ويعطيك اسئله عن الثقه وعن المحاسبه، يشوف مخك وين رايح. من هذولي؟ حق الفيران. هيكل الفيران جوا هالعلبة صغيرة. سبحان الله، اوه جنين اتوقع الدور. بس عشان اوريكم الفرق، ان في نوعين من الناس في الحياة هذه، عزوز قاعد يسوي محاكاة للواقع انه يسوي سكة حديد، اوكي؟ في الجهة المقابلة تفضل، تفضل يعني تفضل، اخوكم قاعد يبني المستقبل. يبني المستقبل اي قاعد، ها قاعد يحاول يسوي سكك حديد. اي معلك ان شاء الله يضبطها. ها عزوز والله كل القطارات راحت في داهيه. لا مو مشكله، المحاوله طيبه. احنا الحين عند قسم الفضاء زين. طيب احنا قبل لا نطلع، هذا المكوك الفضائي ليش خايف ذا زي كذا؟ ها اي ليش؟ شاف اشياء. شاف اشياء الله يستر. يلا مشينا، خلاص مشينا، بسم الله توكلنا على الله. المكان لا يفوتكم اسمه ساينس ميوزيوم في لندن، جميل جدا. بسم الله. مطر؟ يلا اعطيها خلينا نشوف وش بعد عندهم اليوم. السلام يا سلام، تحسيها مبخره، ودي احط كسره عود صح؟ Thank you. عندك شيء؟ عزوز يقول البيت لسه ما حمل، لسه ما خلص تحميل. في شيء غريب يا جماعة، هذا المكان مصنف كأنحف أنحف عمارة في لندن. شايفين؟ إيش هذا؟ الظاهر يمد رجله في غرفة والرجلة الثانية في غرفة ثانية. من الشباك. يا جماعة شوفوا النحف، شيء مو طبيعي. هنا على شكل زاوية صغيرة في الأخير مثلثة، يعني ناس عرض الغرفة مو طبيعي. أوكي أنا قاعد أستوعب من أول، طيب كيف بيطلعوا فوق؟ طيب وش السلم اللي يطلعهم فوق؟ ولا شيء، ظاهر بس واحد يطلع بدون شنطة بدون شيء، من شباك لشباك. عجيبة والله. بابا كم يو سي إن ذا باك؟ يا حبيبي شفته من الباك. يا ما شاء الله الجيلاتو ذا عليه طابور. ها يمي ايس كريم احمد جودي. يلا المره راحت دجاجه ما قدرتي. يلا يلا معليش يا بابا عندها دراسه.
يو. انا اتمنى ما نضيع مثل المره اللي راحت، انت السبب. مي مشكله يا بابا، اهم شيء ما نضيع. بس الحياه تجارب، لا ضعنا خلاص يكفي. بسم الله. احنا في محطه اسمها فيكتوريا، شوف هذا هي. وش يا مجودي؟ your friend فيكتوريا. ابوه من النكبه. حسبي الله ونعم الوكيل. اي والله فجاه كل القطار نزل الا احنا. والله يا خوله شوفوا، اذا ضعنا ما يدخل. Not in service. دور not in service. ها يا شيخ في اثنين او ثلاثه هناك. ها ما تحرك وقف يا ول حالي. لا قفل والله نرجع فبيصير مشكله. والله لو رجع من هنا، معناها احنا اصلا ما احنا دارين وش السالفه. وين يرجع؟ بس ما في اي شاور. دور not in use. يا جماعة أبشركم ضعنا. لحظة. ها أو ما يتحرك الباص حنعرف. الباص أو ما يتحرك حنعرف إنه إحنا ولا لا. يا ولي علقنا. ليش كذا قصتنا؟ إيش قصتنا إحنا والقطارات؟ ها يقول لنا أطلعوا. أوه والحالة تورطنا. هو الحالي ذولي جزاهم الله خير يقولوا ترى خلاص القطار كاتب not in service، خارج عن الخدمة. طيب والحل؟ طيب والحل؟ حتى ذولي مو راضي ينزلون. ما في يا صديقة. وشو؟ not in service. دخلوا ذولي. اوكي. شوف طلعوهم. ايش اللي ها يا ويل حالي. لا وين نرجع؟ وش نبي نرجع؟ ناكل سندويشات هناك. طيب والحل؟ كله شوف كلهم تورطوا. والله ماني عارف وين نروح. والله على مسؤوليتك. وش اللي ما ندخل كل ما ندخله؟ والله حطونا بقطار ثاني يا جماعه وبالزحمه. يا صديق يلا خولة تقول ننزل هنا على كلامك. بسم الله. دليلة توك قلتي ما يدخل. يلا بسم الله خلينا نتوكل. A few moments later. يلا عاد الحين بيجي. يلا شدوا حيلكم اصبروا شوي. ساعة. إيه عادي. هذه هي الرحلة، هذه هي المغامرة. روح المغامرة يلا. والله ما ادري وين احنا. ايش المحطة؟ احنا خارج لندن ولا ايش؟ ها وين احنا فيه؟ هلا ام التصريف على واحد يقول ما اعرف. قدام المعركة قدام. المعركة قدام. يلا النط. الحين على نهاية اليوم خلاص الجوع. جوعانة. بس شلون نتفق كلنا على مطعم واحد؟ كل واحد راي غير. نسوي ناخذ طاولة. اي. وكل واحد يروح المكان اللي يبغاه ونرجع في نفس الطاولة. لا وين هذا؟ مشكلة هنا كل واحد كل مطعم، هذا لما يكون فيه فاست فود ممكن نسويها. اوكي. المطاعم يعني كل مطعم لحاله. يلا اذا اتفقنا بناكل، اذا ما اتفقنا نقعد جوعانين الى بكره وننهي الفيديو مره واحده. بسم الله. ندخل البقاله نوريكم حاجه غريبه قاعدين يبيعونها هنا. بسم الله. يلا. وحش وحش وحش. شوف لبن وبرياني. both of them يا بابا الاثنين. Just choose one. عندهم هنا سبحان الله مطاعم هندية both. توفر برياني في صناديق بلاستيكية، مو صناديق كذا. both الاثنين. بسم الله عليك الرحمن. ولبن. لا اله الا الله. وين السليق طيب؟ سليق. في سليق؟ لا. ما في سليق. والله اشياء غريبة. انا بس اللي مستغرب منها هنا حاطين دجاج مسلوق. لا قوية مرة كذا. Can we buy chicken wings? Chicken wings. شو اخبارك ابوي طيب؟
ها آه وشو؟ لقيت مشروب بالاناناس، فانتا اناناس. فانتا اناناس؟ أيوة مو كنا معروف؟ كل يوم قاعد اجرب نكهة جديدة، فاليوم نجرب الاناناس. ايش بعد عندهم؟ ايش بعد؟ في شوبا شوبس اللي هو المصاصات تتذكرها؟ اه بالمانجو وهذا فانتا بالخوخ. فانتا بالخوخ؟ ها؟ غريب والله شوي. ليتني ساكت، ليتني ساكت. وفي نهاية هذا الفيديو لا 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 ضيع. باي. وين حق؟